Música السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام من برنامج حياتنا في رمضان نمسي عليكم بالخير ونقول لكم إن شاء الله فطوركم كان طيب ويومكم إن شاء الله طيب مساك الله بالخير سلمان الله بالنور والسرور أخوينا المسلمين نمسي بالخير على مشاهدي تلفزيون قطر ومتابعي برنامج حياتنا في حلقتنا رقم 17 نتمنى أن قدمنا لكم مادة حلوة طول 16 يوم وإن شاء الله الأيام القادمة أيضا يعني تكون حلقاتنا جميلة أمس نايف كان في حدث جميل جدا اي بصراحه يعني عوده الفنان الكبير عبد العزيز جاسم الحمد لله بصحه وعافيه من رحله علاج يعني اللقطات والصور استحوذت على اهتمام شريحة كبيرة من مستخدمي التواصل الاجتماعي ويعني عودة الفنان عبد العزيز جاسم بصراحة كانت تهم المجتمع القطري كله صار رأي عام اكيد وكان في تقرير جميل عرض يوم الامس في برنامج حياتنا في رمضان لزميلنا خليفه رميحي اللي استقبل الفنان عبد العزيز جاسم في مطار حمد الدولي الكرام يعني لقطات جميلة يعني عودتها أثلجت صدور كل من يهتم في هذا المجال وأيضا أهل قطر بشكل عام فنان كبير عبدالعزيز جاسم هرم من من أعمدة الفن عندنا في دولة قطر وفي الخليج بشكل عام سلمان من الأشياء الأجمل كذلك أن شفت شلون تكاتف الفنانين هذه هي والمجتمع الفني ان كلهم ملتمين على قلب واحد عشان هذا الفن هاي بصراحه شيء انا يعني جدا اسعدني لانه اذا كان البيئه يعني فيها بعض المناوشات والغيره ممكن حتى تسبب آه، عدم توافق في العمل صح. لكن اللي شفناه بصراحه بالامس كان شيء جدا جميل جدا جميل ونقول الحمد لله على السلامه يا ابو سعود ونورت داركم محل كلمات جميله كانت امس في التقرير اللي شاهدناه وانتشر بشكل كبير في الواتساب وفي وسائل التواصل الاجتماعي كلمات حلوه خارجه من القلب لفنان عبدالعزيز العزيز جاسم يشكر فيها كل هالقطار ويشكر فيها ايضا كل من وقف وياه خلال فتره العلاج وان شاء الله يرجع لنا بسعود اقوى واقوى ونشوفه على الساحه يا رب العالمين بينه تاريخ احنا احنا قدمنا برنامج رحال وكانت من اجمل المحطات نايف شلون شلون الايام دي كانت؟ والله مواقف ولا اجمل يعني فنان كبير عبد العزيز جاسم بخفه دمه وايضا بتواضع اعطاني فرصه كبيره في, في في هذا البرنامج وكانت بالنسبه لي محطه فعلا مهمه وحبتها اهم شيء ان الناس حبوا البرنامج زين ثانيتين العب دور الضيف العب دور الضيف؟ <applause> <applause> تفضل طال عمرك عمرك <applause> طال شنو احسن حلقه قدمتها معك؟ وايد حلقات بس اكثر حلقه اتذكرها كانت حلقه القرنقعو في برنامج رحال حتى قبل الحلقه زارتنا سادة السفيره الامريكيه انا ذاك يعني كان في اهتمام جدا بالحلقه ولليوم الناس تطري الحلقه تقول تتذكر قبل سنتين يا سلمان الحلقه وهذه كان في في تفاعل وايد بعد <تبعت> في حلقه اعتقد انت تحبها مال سلطنه عمان حلقه سلطنه سلطنه عمان كانت حلوه وكان ضيفتنا الفنانه فخريه خميس في ذيك الحلقه كانت الحلقه الخامسه هيه. بصراحة كان شيء جدا جميل كنت اتابعك ذاك الأيام كنت انبسط بس ما دخلتني تفوزني ما ادري ليش. انت عينك على 100,000 كانت، كانت عينك على 100,000 ما مشكلة احنا ان شاء الله اللي دخلوا لك لا ما اعتقد. ان شاء الله عندنا تقرير التالي بيكون اطلاله على ختام بطولة الشرطة الرمضانية، نشوف معاكم هذا التقرير وانا بتفاهم ما على ألف على ختام البطوله الثامنه للمسابقه الرمضانيه والتي يقيمها الاتحاد الرياضي للشرطه طبعا 140 ضابط مشارك في هذه البطوله الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وصل فريقين من كليه الشرطه الى النهائي جديد مشاهدينا الكرام بطولات كثيره في شهر رمضان نايف ما شفناك في بطوله من بطولات الخيل العب يا اخي شارك شجعت لا شوف كان ودي ايوه بس لما شفت المنافسه يعني بصراحه قويه قلت ما ابي اخليكم روحكم يعني قلت ونسكم شوي انت تونسنا شكلك خايف من اصابه ولا من شيء <applause> والله من عقب الرباط هوانت يا خلاص هونت اذا حكم في بطوله على الاقل شيء حكم ذاك اليوم مع المركز الاعلامي للشباب وتموا يحتجون على بلانتي سووا ما في تقنيه المضاره لا لا تعليق مشاهدينا <applause> <applause> الكرام فقرتنا اليوم راح تكون عن الانديه الطلابيه في جامعه قطر ونشاط الانديه الطلابيه معانا طالبتين في هذه الانديه الطلابيه كنوا معنا بعد هذا التقرير مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من جديد مثل ما ذكرنا الانديه الطلابيه هي متنفس للطالب في الانشطه اللاصفيه في جامعه قطر لها نشاط كبير جدا وتلعب دور ايضا كبير ومهم في بناء خبره تعليميه وحياتيه لدى الطلاب والطالبات في جامعه قطر وهي فرصه ايضا لممارسه انشطه تكون فيها جو حلو ونوع من انواع المنافسه خارج النطاق الدراسي غير أكاديمي يجيبون يريحون راسهم ترى انا وسلمان كنا نشيطين يعني في نادي الاعلام, في نادي الإعلام يعني دي. على انت كنت على نشيطه خاصة. على خفيف انا كنت ادرس وايد ودي اصدق سلمان اليوم معنا ان شاء الله مريم الكواري رئيس نادي طالبات العماره والتخطيط العمراني وايات الصيفي امين سر نادي المناظرات <applause> مساكم الله بالخير نسعد بتواجدكم معنا في حياتنا في رمضان بدايه مريم ونادي التخطيط العمراني العماره والتخطيط العمراني حدثينا اكثر عن هذا النادي ونوعا ما يعني التخطيط العمراني والعماره يعني شيء خلينا نقول دراسي بحت شلون يكون رياضيات رياضيات <تصفح> <تصفح> ايه نعم آه طبعا انا حاليا رئيسه مثل ما نقول الكيو كيو اي اي اس وهو آه نادي آه للطلبه المعماريين هو نادي امريكي وعالمي موجود في اكثر من دوله مثل الكويت دوله خليجيه آه طبعا هو النادي موجود من سنين عندنا في القسم واحنا التخصص الوحيد اللي موجود في قطر تطرحه جامعه قطر للبنات فقط فانا هاي الكورس صرت رئيسه هاي النادي وهو تابع لجامعه قطر طبعا وعالمي وسوينا فعاليات مختلفه سوينا فعاليات مختلفه من ضمنها يوم العماره اخر اخر فعاليه كانت يوم العماره التاسع في جامعه قطر كانت بحضور الدكتور خليفه الخليفه والمهندس المعماري القطري ابراهيم الجيده <applause> ابراهيم الجيده ابراهيم الجيده ما شاء الله يعني هو اللي عمل نادي الوكره استاد الوكره المنبيال. لا الثمامة صاد على شكل قحفيه اه صح, صح. <applause> الحين انضمامك او او تكوينك لمثل هذا النادي وانك تكونين انت رئيسه النادي انعكس على شخصيتك بشيء مع التفاعل في الانشطه الغير اكاديميه طبعا اكيد وايد اثر على شخصيتي خصوصا احنا مجالنا في العماره مجالنا مش بس ان انا اجي ادرس واصمم وارسم خرايط واسلمها للدكاتره، انا مجالي قبل لا اجي اصمم مشروع لازم ابحث عن اهم ثلاث اشياء في البدايه. ابحث اول شيء عن فكره المشروع اللي انا بصممها، الموقع المختار للمشروع نفسه، وكيفيه استخدام المشروع نفسه، فانا لما اجي ادرس هاي النقطه الثالثه هذه لما اجي ادرسها لازم اشوف كيف الناس يفكرون، لازم اشوف تفكير الناس، يعني انا كشخص واحد ما راح يعني ما راح استوعب تفكير كم شخص بيستخدم المبنى، فأنا بهذه الطريقة بطريقة معاملتي مع الطلاب والفعاليات المختلفة اللي نسويها مو شرط تكون معمارية، ممكن تكون اجتماعية خيرية في جميع المجالات. في مجالات متعددة بس مجالات في مجالات متعددة، إي أنا لو جيت أصمم ما راح أصمم مبنى معين طول عمري، بصمم مباني مختلفة صحيح فعشان شي أنا لازم أفهم بهالطريقة الجمعية الأمريكية اللي أنا الحين رئيستها حالياً ساعدتني وايد في التعامل مع مختلف المجالات مع جميل. ناس من من جميع الاعمار. مريم خلينا ننتقل من العماره والهندسه الى نادي المناظرات، نادي المناظرات له صدى كبير في جامعه قطر ودائما مشارك في فعاليات عديده وحصلوا جوائز، حكينا اكثر عن نادي المناظرات وش اللي اضافت لك تجربتك الشخصيه في هذا النادي؟ نادي المناظرات هو متاسس من تقريبا عام 2009 من بدايه تاسيسه الى اليوم واحنا ماشيين على خطه معينه بانه نحافظ على هذه الاستمراريه بحيث انه ننشر فن المناظرات لكل ارجاء الجامعه، ونحاول نوصل للعديد من الطلاب لايماننا باهميه المناظره في بناء فكر ووعي وتوسيع المدارك لدى الطالب، لانه هو في نهايه الامر انت بتعطيه طريقه لبناء الحجج ل منطقتها للحجج وتسلسلها وكيفية إقناع الآخرين بها وعليه فنادي المناظرات كان من أهم الأندية على يعني بالنسبة لي أنا بالرغم من أني أنا جربت العديد من الأندية مثل العديد من الأندية بدون ذكر أسماء ولكن كان نقطة التحول عندي هي نادي المناظرات ما, ما تبي تقول نادي الإعلام عشان إحنا ما المشاركه في الانديه دائما يعني تكون اضافه كبيره بالنسبه للطلاب، انت الحين في نادي المناظرات اكيد اكتسبتي مهارات ثانيه، أه هذه تعكسونها على الطلاب الجداد اللي يحبون انهم ينضمون لمثل هذه الانديه، تعطون ورش حتى يمكن مو بشرط انه ينضم للنادي بس انه يحضر هذه الورش ويتعلم مثلا اسس الحجج او انه كيفيه الرد يعني. صحيح هو احنا فعليا في نادي المناظرات ما عملنا بنحط يعني حكر انه فقط العضو في نادي المناظرات هو اللي بامكانه يحضر هذه الورشات ويحضر الحلقات النقاشيه والى اخره هي, هي اول شيء الورش الورشات والحلقات النقاشيه وحتى مناقشه الاخبار الاسبوعيه هي بتكون عامه لجميع طلاب الجامعه وحتى قعدنا فتره معينه نستقطب حتى طلاب من خارج جامعه قطر من ما شاء. من كليات اخرى حتى من المدارس كانوا احيانا طلاب من المدارس يطلبوا انهم يحضروا معنا وفي فتره من الفترات كانوا أيضًا في اجتماعات نادي المناظرات ماشي. فما عم بنحاول قدر الامكان نوسع او ننشر هذا الـ هذا الـ هذا الفن لجميع لجميع الطلبه سواء داخل جامعه قطر او خارجنا أو خارجها وحتى أو خارج جامعه قطر. مريم النادي عندكم هو نادي مختص للطالبات، شلون شو اللي يخلي الطالبه اليوم تنضم لهذا النادي؟ تقول لك والله يعني احنا بروحنا وضغط الدراسه واللي يدرسون هندسه واكيد ضغط كبير عليهم، لكن شو اللي يخليها ايضا تنضم لهذا النادي؟ صح طبعا واجهنا طبعا هاي المشكله بهالفترة فتره التسجيل تسجيل الطالبات حاولنا قد ما نقدر ان احنا نقنعهم بهالموضوع لان تشوف الجمعيه اللي احنا فيها حاليا هي خاصه حق الطلبه المعماريين بعد ما نتخرج ان شاء الله ونصير معماريين في جمعيه ثانيه تابعه لها خاصه للمعماريين فهاي الجمعيه تسوي مؤتمرات عالميه يقدرون المشتركين في هذه الجمعيه انهم يعني يحضرون هذه المؤتمرات العالميه والمؤتمرات العالميه مهمه خصوصا المعماري. فهي يعني هاي طريقه ان حاولنا قد ما نقدر ان احنا نقنعهم من هالجهه. من جهه ثانيه الفعاليات اللي احنا نسويها المحليه في الجامعه يعني الصراحه اشوف البيئه اللي عندي في الجامعه البنات وايد يحبون يسوون اعمال خيريه وايد يحبون يخدمون المجتمع فجبناها لهم من هاي الباب بعد. ان حاولنا قد ما نقدر ان الفعاليات ما تكون عبء عليهم وعائق في دراستهم لا بالعكس استخدمهم في دراستهم من من ضمن الورشات يعني اللي سويناها والفعاليات خلال هاي الفتره تعتقدين ان انشطتكم ووجودها يعني على ارض الجامعه وفي الحرم الجامعي ممكن انها تاثر على ميول الطلاب يعني مثلا الطلاب لحد الان ما حددوا تخصصهم لما يشوفون مثلا يوم العماره اللي قاعدين تسوونه والانشطه الثانيه ان يرغبهم اكثر ان يدخلون هذا التخصص طبعا صح لان احنا يعني مجتمعنا خصوصا تخصص العماره احنا شوي يعني الدفعه ما تعدي 25 طالبه ف فبهالطريقه يعني هو التخصص الوحيد في قطر يعني موجود في جامعه قطر وللطالبات فقط يعني مش موجود حتى عند البنين ف يعني ميزه هاي التخصص ولما نسوي انا هاي الفعاليات انا انشر التخصص يعني على على فئه فئه اكبر <applause> فهاي يحفزهم طبعا يحفزهم انه يعني يسالون يعني من فتره سوينا اسبوع الهندسه في مكتب الشيخ في مكتب الدكتور خليفه الخليفه جونا طلاب من ثانويه وطالبات وطلاب استموا يسالونا وكانوا مستمتعين جدا يعني بالمشاريع اللي شافوها يعني حفزناهم بطريقه جميلة ايات خلينا نتفق نادي المناظرات ما شاء الله له شعبيه كبيره مثل ما ذكرت ان في طلاب حتى في الثانويه انا اشوفهم في التواصل الاجتماعي قال متى ادش جامعه قطر عشان انضم لنادي المناظرات شو اللي يخلي الطلاب يتعلقون بهذا النادي هذا التعلق الكبير هلا في البدايه في عندنا يعني بيئه محفزه لمثل هذه الامور في النادي احنا نتعامل مع بعض كاصدقاء وزملاء وليس كند واعداء مثل المتعارف عليه بانه اه هذا متناظر امامي فاذا هو عدوي او منافسي فانا لازم اكسره لا هو فعليا هو هذا صديق لي ودائما اي واحد جديد في بنضم لنادي المناظرات دائما بنحاول نقعد معه نفهمه كل الامور اللي بتتعلق بالمناظرات الاجابه على جميع اسئلته وكمان بنحاول نخليه ينخرط في النادي بشكل اكبر من خلال انه نحطه مثلا في لجان النادي في يتطوع معنا في انه ينظم مثلا فعاليه معينه او يشارك في حلقه نقاشيه او مثلا يكون مقدم لشيء معين احنا بدنا اياه يقدمه فهاي المشاركه اللي احنا بندفعهم لها وانه بنحفزهم عليها هي اللي بتخليهم متعلقين اكثر في نادي المناظرات كمان نادي المناظرات بيتيح له الفرصه بانه يتعرف على العديد من الشخصيات حواليه لانه معظم قياديي جامعه قطر بيكونوا موجودين في النادي فبالتالي اي عمل انت حابب تنخرط فيه كمان تقدر من معرفتك في الاشخاص هذول اللي داخل النادي ممكن انك تدخل في هذه الاعمال الاخرى بسهوله وتتعلم الكثير من الامور في سواء في الحياه العلميه او الاكاديميه او الحياه الغير اكاديميه وهذا اتوقع هو اكثر يعني اكثر ما يميز نادي المناظره زين ايات يعني يقول لك المدح في الوجه مذمه يعني انا ما بامدحكم ولكن دائما فريق نادي نادي كيف راسهم ناديكم كتبوا راسهم نادي الله. نادي قطر نادي <applause> قطر <applause> دائما فريق نادي المناظرات من جامعه قطر يكون مكتسح في البطولات اللي تنظم عن طريق مركز قطر للمناظرات شنو السر من وجهه نظرك يعني التفوق هذا مش بسيط بصراحه صحيح هو احنا في عندنا زي ما حكيت لك خطه استراتيجيه كامله كل الادارات بتحاول انه تمشي عليها زي ما انتم بتعرفوا انه اداره اداره اي نادي في نوادي جامعه قطر دائما في كل سنه بيصير عليها انتخابات وبتتغير والى اخره فاحنا دائما بنحرص على انه انتقال من اداره لاداره اخرى انه تتمسك الاداره الجديده بما كانت تسير عليه الاداره القديمه فبالتالي احنا بنكمل لشغل بعض هذا الشغل اللي احنا بنشتغله في نادي المناظرات كاداره للاعضاء بانه نحاول نوفر لهم البيئه المناسبه بانهم يتعلموا جميع الفنون المتعلقه بنادي المناظرات عفوا بفن المناظرات و زي ما حكينا بنشركهم اكثر وبنخليهم ينخرطوا اكثر في المناظره من خلال عمل مناظرات استعراضيه بالتعاون مع انديه اخرى في جامعه قطر بمشاركتهم بالفعاليات وكمان في الدوريات في عندنا دوريين اثنين بيقيمهم مركز مناظرات قطر وفي بطوله وطنيه بيقيمها مركز مناظرات قطر التدريب المستمر والمكثف قبل هذه الدوريات والبطولات وقبل البطوله الدوليه بيساعد المتناظر على انه صحيح. يحسن من مستواه بشكل جدا ملحوظ وكبير فبالتالي انا اعتقد انه هذا سبب الاكتساح هذا هو اول شيء حب الاعضاء للمناظره ثانيا التدريبات المكثفه والانخراط الكبير اللي بيكون فيه داخل المناظره داخل هاي بنت حجه على كلامي ترى يعني اقول لك المناظرات ما تقدر عليها بعدين <تبقي> خلينا نختم وياك اليوم بشكل عام الانديه الطلابيه في 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 جامعه قطر دائما اي عضو في نادي طلابي تلاقينه متعصب لهذا النادي ويحب هذا النادي ويعتبر نادي هذا جزء يعني من شخصيته داخل الجامعه برايك الانديه الطلابيه بشكل عام شو اللي راح تساهم في تعزيز خلينا نقول مهارات هذا الطالب بشكل عام بمختلف التخصصات. طبعا بتكلم بشكل عام اكثر هاي الانديه انا اعتبرها يعني الطالب لما يمسك نادي معين كانه يعني كانه شركته الخاصه، شلون يديرها؟ شلون ينظم؟ يعني اي فعاليه تصير شلون مثلا انا بنجز هالمهمه؟ من اللي بيمسك هاي هاي مثلا احنا مثل ما نقول التاسك، يعني عندنا اكثر من تاسك فشلون مثلا هاي الطلاب يمسكون هاي المهمه؟ انا اختار يعني شلون انا اوزع الشغل عليهم بالضبط لان الرئيس مش يعني مش انا اسوي كل الشغل واطلع اخر شيء باسمي انا لا في بنات يشتغلون صحيح يعني في طلاب يشتغلون ويتمون في الجامعه لين المغرب اللي في الليل فحرام انه يعني الرئيس هو بس اللي يطلع فعشان شيء هاي هاي الميزه اللي كل كانت فكر متبادل نايف والله ودي ارد الجامعه اساسا عندي الطلابيه يا اخي ذكريات شكلك بتدش وبتهون شكلك بتدش <applause> 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 وبتهون احنا نشكر مشاهدينا في كتاب هذه الفقره مريم الكواري رئيسه نادي طالبات العماره والتخطيط العمراني وآية الصيفي امين سر نادي المناظرات شكرا لكم على تواجدكم معنا اهلا <applause> وسهلا الله يعطيكم العافيه مشاهدينا احنا مستمرين معاكم بصراحه الفقره هذه انا استمتع فيها رمضانيات الله زميلنا خليفه رميحي ما شاء الله عليه كل يوم موجود في مكان معين يعني ان شاء الله راح يكون في مهرجان سباير الرياضي وراح نشوف ابرز الفعاليات واللي رصد لنا كذلك اقبال المواطنين والمقيمين ومشاركتهم وتعليقاتهم وان شاء الله تفاصيل اكثر في رمضانيات مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا من خلال رمضانيات احنا اليوم متواجدين في مؤسسة سباير زون هذه المؤسسة الرياضية الرائدة في مجال الرياضة واليوم مهرجان رياضي رمضاني في أحداث كثيرة لكن من خلال تواجدنا ومن خلال عدسة تلفزيون قطر ورمضانيات راح نتواصل معاكم ونشوف هذه الأحداث وأيضا نطلعكم على أبرز ما فيها أعزائي المشاهدين في هذه البطولة وفي هذا المهرجان الرمضاني أكيد يسعدنا ويشرفنا نلتقي مع الشيخ محمد بن فهد آل ثاني عضو اللجنة المنظمة في مهرجان أو البطولة الرمضانية في هذا العام الشيخ محمد نقول مساك الله بالخير ومبروك عليك الشهر وفعلا يعني مجهودات جبارة لسباير زون في رمضان في بداية مساء النور أخوي أ... وعلينا وعليك تبارك إن شاء الله ويا مرحبا بكم في المؤسسة سباير المؤسسة طبعا للسنة السابعة على التوالي تطلق هذا المهرجان المهرجان في 12 رياضة مختلفة عندنا فعاليات خاصة للرجال خاصة للنساء وفعاليات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعندنا أكثر من ألف مشارك أبواب التسجيل طبعا غلق عندنا دعوة عامة الحين حق الجمهور أنهم يشاركونا وينورونا في, في, المؤسسة هالمؤسسة والمهرجان عندنا بيستمر لين تاريخ 2 6 اللي هو قبل العشر الأواخر المضار نعم يعني الشيخ محمد يعني ألف مشارك ما تقدر تستقطبونهم؟ والله الحمد لله فضل الله مثل ما تقول المؤسسه دائما تحاول تجذب عدد اكثر من الجمهور واكبر دليل ان عندنا 12 رياضه مختلفه، يعني احنا اللعبه الشعبيه الاولى عندنا مثل ما تشوف كره القدم، لكن احنا عندنا رياضات مختلفه مثل الهوكي مثل الكريكت، فدائما احنا نحاول نجيب اكثر عدد من الجمهور ونوفر رياضات حق 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 المجتمع انهم يشاركوننا. نعم الشيخ احنا مقبلين اكيد باذن الله والله يوفقنا يوفق الجميع ويوفق حكومتنا اللي فعلا اسعدتنا باستضافه كاس العالم 2022. نعم. اللي باذن الله راح يرى العالم اهل قطر وايضا منجزات قطر في في الرياضه، لكن في في رمضان وفي هذا الشهر الفضيل اكيد هناك من يركز على الرياضه على حساب رياضه. نعم. ويمكن كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم. طيب عدد المشاركين في كره القدم وايضا هناك حوافز انا اعرف. نعم. احنا باب التسجيل عندنا في كره القدم تسكر من اول يوم. فتح الباب التسجيل 25 أربعة وتسكر 25, 25 جانا عدد كبير من الفرق وعندنا رياضات مختلفه عليها عدد لا باس فيه يعني مثل ما اشوف 1000 مشارك مو بشيء بسيط الحمد لله فضل الله ان قدرنا نجذب عدد المشاركين وان شاء الله نتمنى انه في السنوات الجايه انه يزيد عدد الجمهور اكثر. نعم الشيخ محمد ايضا في هذه السنه صراحه ولفته كريمه من سبايرزون هذه المؤسسه الرائده في مجال الرياضه استقطاب ايضا ذوي الاحتياجات الخاصه في تنس الطاوله. هم جزء من المجتمع واحنا خصصنا لهم يوم كامل لرياضه تنس الطاوله. عندنا حق طبعا الاعاقه الحركيه، الاعاقه السمعيه، الاعاقه البصريه كلهم بيشاركونا فيها البطولة يوم كامل لهم وان شاء الله انهم يستمتعون وفي النهايه هم ينتجون من حالنا حالهم. ان شاء الله يعني نطمح ان في الجايه نزيد عدد عدد الرياضات لهم ان شاء الله في في هالمهرجان. نعم ابو فهد كلمه اخيره توجهها لكل المشاركين في هذا المهرجان. احنا في البدايه استضفناهم وان شاء الله نتمنى انهم يستمتعون بهالاجواء ونتمنى ان يجينا عدد اكثر الجمهور وعلى على المنبر هذا ممكن أن ندعو الجمهور انهم يزورونا مثل ما قلت عندنا لين يوم اثنين ستة فاتمنى يعني الجميع يجون يجونا ويشوفون الاجواء ويستمتعون بالاجواء عندنا اجواء خارجيه واجواء داخليه نستمتع فيها والمكان مفتوح للجميع نعم. واذا عندهم اي مثل ما تقول اي اقتراح ولا شيء ممكن احنا باب بابنا مفتوح للجميع اذا عندهم اي تعليق او اي اي اقتراح جديد ممكن يشاركونا فيه وان شاء الله نوفر لهم الخدمات الموسم القادم نعم الشيخ محمد بن فهد الثاني شكرا جزيلا لك نتمنى لك التوفيق ونتمنى ايضا لمؤسسه سباير زون هذه المؤسسه الرياضيه الرائده في دولتنا الحبيب في قطر كل تقدم وازدهار العفو اخوي مشكور وما قصرتوا واشكركم على الاستضافة وهالشيء هالشيء مو بغريب عليكم اعزائي المشاهدين ايضا كره القدم لها محبين وعشاق في كل مكان هي معشوقه الجماهير انا يسرني ويشرفني ايضا التقي مع مدرب فريق الشباب عرفني عليك في البدايه والمشاهد الكريم يبي يتعرف عليك ان شاء الله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم معاكم اخوكم مهند وليد كابتن فريق الشباب والاداري المسؤول عن الفريق طبعا احنا مشاركتنا هاي يعني طبعا هي مش الاولى في في البطوله احنا شاركنا من قبل بس ان شاء الله السنه نمل يعني نحقق نتائج يعني ايجابيه ونفوز ان شاء الله اللي... ستة الحمد لله ستة احنا فايزين واحد. لا الحمد لله يعني فضل مجهود الشباب طبعا مش يعني انا يعني مش انا اللاعب في 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 البيدان يعني الشباب هم ما شاء الله عليهم ابدعوا يعني وما قصروا بعد يعني في ال... في نعم. في اللعب في المباراه مهند كيف, كيف قدرت تجمع هذه المجموعه من الشباب مميزين حتى الان انتم فايزين والله تجميع الشباب يعني طبعا هي مش صدفه هي كان تعارف في البدايه مع بعض الشباب والشباب تعرف يعني بالفريق كل واحد يشوف الثاني ويعرف لعب الثاني فيعني جمعنا مع بعض و... اليوم آه... هناك خطه تدريب ايضا توجيهات توجهها اكيد طبعا 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 احنا في البدايه نخلي التشكيله من موجه الشباب في اللعب يعني في المباراه في كل مباراه بيكون عندنا توجيهات طبعا مختلفه يعني لا يختلف عن المدربين الفرق الانديه مثلا معروفة ان يعني, يعني توجه الدفاع تقول له مثلا انت خليك مع هذا امسك مع هذا تكتيك يعني يكون 1 تو 1 يعني كابتن مهند تبي تقول حق زملائك ولكل المشاركين في البطوله والله اول شيء اقول لهم يعطيكم الف الف عافيه على مجهودكم اللي قاعد تسووه معنا بالفريق وعلى لعبهم وابداعهم وان شاء الله يعني نتامل منهم اكثر واكثر في في المباريات القادمه ان شاء الله بارك الله فيك مهند وليد اذا من مهند وليد الى مقر ومكان اخر لكن خلكم معنا أعزائي المشاهدين ومثل ما تشوفون بطولة الطائرة في قبة سباير وفي هذا الصرح الرياضي وفي رمضان لها مذاق غير ومختلف عن الأيام العادية في هذه اللحظات يسعدني ويشرفني أن ألتقي مع أخوي سعد فرج السويدي عضو اللجنة المنظمة لمهرجان سباير الرياضي الرمضاني أخوي سعد نقول مساك الله بالخير كل عام طيب ورمضان عليك مبارك في البداية كلمنا عن هذه البطولة هو ببساطة بطولة الطائرة اللي عندنا تعتبر جزء لا يتجزأ من مجموعة رياضات حددناها كأسفاير حسب طلب الناس وحسب الإقبال اللي يجينا بحكم الخبرة اللي كانت عندنا بالبطولات السابقة بطولة الطائرة المرة عندنا مجموعة مجموعة فرق تصل الى 12 فريق ينقسموا على اربع مجموعات والحمد لله يعني لقينا اقبال كبير من ناحيه التسجيل، لقينا اقبال كبير من ناحيه الجمهور، وحتى بعد ما سكرنا باب التسجيل للاسف لان كان عندنا عدد معين وكان عندنا عدد فرق معين كان ممكن نحتظنه بالفتره البسيطه هذه، لكن الطلب كان جدا كبير ووعدنا الناس إن, ان شاء الله راح يكون في يعني نسخ ثانية سعد فرج السويدي عضو لجنة منظمة لمهرجان سبايا الرياضي لعام 2018 في رمضان أشكرك جزيل الشكر أتمنى لك التوفيق ونتمنى للبطولة النجاح بإذن الله نتمنى والشرف لنا شكرا لك. شكرا أعزائي المشاهدين إذا مثل ما تابعنا وشاهدنا إلى هنا انتهت حلقتنا اليوم وإن شاء الله تكون حلقة رياضية خفيفة ممتعة للجميع وأيضا تكون استفاد منها الجميع وكل من يتابعنا على أمل لقاء بكم بإذن الله في يوم القادم وفي مكان آخر نقول في أمان الله تقبل الله صيامكم وكل عام وانتم طيبين سلمان بصراحة الأشياء الرياضية في شهر رمضان ودك أنها ما تخلص يعني على الأقل لو 100 شخص ياخذونها عادة طول السنة هاي مكسب هاي مكسب يعني بالفعل مارس الرياضة في شهر رمضان يعني لها طعم خاص نايف أنا أنا أكثر منظر يفلت صدري لما أروح سباير قبل الفطور ساعة كذي في حديقة سباير ما شاء الله الناس يعني ثقافة الرياضة لهالدرجة انتشرت يعني شيء جميل بس إن شاء الله يكملون عقب رمضان مع أن الجو حار الجو حار ولوهيب وشنها أغبار يا عينة شن. بس أنت تروح الجيم ما تروح بقى. أنا أروح الجيم أحسن لي <applause> يعطيك العافية خليفة الرميحي بصراحة أبدع في المقابلات الجميلة سواء كانت في الصلاة أو حتى بالنسبة لي كرة الطائرة كرة الطائرة وكرة القدم بطولة الشرق أيه. صراحة الله يعطيهم العافية على طاري الغبار ورطوبه وحار نبي نتاكد احنا يعني ما نعرف اللي بيصير الايام الجايه فناخذ معكم ان شاء الله اتصال هاتفي مع هيا النعيمي رئيس قسم التنبؤات والتحاليل في اداره الارصاد الجويه بالهيئه العامه للطيران المدني. مساك الله بالخير. يا هلا مساء النور. يعني بصراحة الجو ما ندري شلون صاير يعني متلخبط شوي فلتوضحين لنا يعني الأيام هذه والأيام القادمة كيف راح تكون؟ ان شاء الله طبعا مثل ما احنا ملاحظين هذه الفتره كانت شوي نسب الرطوبه مرتفعه بسبب الرياح الشرقيه الفترة تقريبا اكثر من عشرة ايام ونتوقع ان شاء الله استمرار الرياح الشرقيه رياح الكوس لحد يوم الاثنين ومن يوم الثلاثاء من المتوقع تحول اتجاه الرياح لاتجاه الشمال الغربي آه هذا التحول ما نتوقع معه في بدايه نشاط كبير لكن مع نهايه الاسبوع تقريبا يوم الاربعاء والخميس تنشط اكثر الرياح الشماليه قد يكون هناك تحذير برياح قويه وامواج عاليه هذه الفتره معروفه بفتره البوارح تقريبا استمرار الرياح الشماليه الغربيه اللي النشطة قد يمتد لاكثر من شهر مثل ما ذكرت قد تكون مثيره للاتربه خاصه مع أننا احنا الفتره اللي فاتت ما شهدنا كميات كبيره من الامطار درجات الحراره نتوقع تكون في النهار في منتصف الاربعينات وهي حول معدلها في هذا الوقت من السنة جميل اختي هيا بالنسبة للتحذير بالنسبة لمرتادي البحر هل التحذير راح يكون في منتصف البحر على الساحل متى راح يبدأ التحذير متى ينتهي لأن مع فترة الصيف الناس تحب أن هي تمارس الأنشطة البحرية إن شاء الله مثل ما احنا طبعا يعني التحليلات الأولية تبين أن من يومي الخميس والجمعة القادم قد يكون هناك تحذير يستمر حتى يوم الأحد وطبعا هذه الفترة هذا الشهر القادم أه، تحذيرات يعني نتوقع تدورها بشكل اكثر حيث متوقعين انه يكون في نشاط اكثر على الساحل وداخل البحر سرعات أه، الرياح أه خلال مع نهايه الاسبوع القادم قد تتجاوز 25 عقده وهذا تعتبر شوي سرعات نشطه لمصادير البحر إلي احنا ننصح فيه كاداره ارصاد جويه متابعه كافه التحديثات ان لسلامه البحر جميل بس بشكل موجز الفتره الجايه بتزيد الرطوبه بعد ولا بنتبع على هالمستوى أه لا الحمد لله طبعا نشاط الرياح الشماليه الغربيه يؤدي لانخفاض من الرطوبه يعني ممكن تكون الاجواء آه في الفترات المسائيه الطف من الفتره الحاليه حيث يعني فترات النهار تكون شوي صعبه فيها رمال واسبع اكثر درجات حراره مرتفعه لكن فترات المساء تكون يعني مقبوله نوعا ما. الله يعطيك العافيه سيده هيا النعيمي رئيس قسم التنبؤات والتحاليل في اداره المصادر الجويه بالهيئه العامه للطيران المدني تسال عن التحذيرات البحريه شكلك ناوي تنزل حدائق اي ان شاء الله البحر بعد خبرك قاعد جو تدري انا مقياس الرطوبه شنو عندي نايف لما البس النظاره وتشوف هذه آه هاي مقياس الرطوبه بالنسبه لي مشاهدينا الكرام عندنا فقره جايه مهمه جدا 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 خلونا نتعرف عليها من خلال هذا التقرير تشهد المؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي تميزا في جميع مجالات خدمه المجتمع على المستوى المحلي والدولي مستغله كافه المناسبات المختلفه لتحقيق اهدافها لتعكس بذلك التميز القطري داخليا وخارجيا عملت المؤسسه خلال الفتره الماضيه على الكثير من الركائز في اطار حرصها على تفعيل دور المراكز التابعه لها بما يخدم الاسره نواه المجتمع وبما يتماشى مع توجهات الدوله التي تصب في مصلحه بناء وتنميه المجتمع بدءا من الاسره وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج الكفيله بتلبيه الاحتياجات التربويه والمعرفيه والثقافيه والصحيه لكل فئه من فئات المجتمع لتمكينها من التفاعل الاجتماعي الايجابي والمساهمه في بناء حاضرها ومستقبلها الامر الذي يعكس ويبلور دور المؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي في تبني قضايا الاسره من خلال استراتيجيات تراعي خصوصيه كل فئه من الفئات مشاهدينا دور كبير توعوي تقوم به المؤسسه القطريه العامة الاجتماعي والمراكز المنضويه تحتها هي سبع مراكز في شهر رمضان المبارك سواء من الانشطه او حتى الفعاليات اللي تنظمها بصفه مستمره او حتى من خلال برامج توعوية على منصات التواصل الاجتماعي نايف. يعني سلمان هذه البرامج بصراحه مميزه يعني من تثقيف من مسابقات من ترفيه يعني تبين حرص المؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي على افاده مختلف الفئات اللي تستهدفها بشكل مكثف خلال هذا الشهر الفضيل. راح نتعرف اكثر على هذه الجهود مع السيد سعيد الكواري اخصائي اعلام بالمؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي، مسي عليك بالخير ونسعد بتواجدك معنا في برنامج حياتنا في رمضان. الله يمسيكم بالنور والسرور وانا سعيد اكيد باستضافتي با بالبرنامج. ومبارك عليكم ما بقى من الشهر علينا, عليك. علينا عليك. فاذا تسمحون لي في البدايه اتكلم عن نبذه بسيطه عن المؤسسه المؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي انشئت في شهر يوليو من عام 2013 هي حديثه نسبيا كانت بمبادره من صاحبه السمو الشيخ موزه بنت ناصر المسند حفظها الله تهدف المؤسسه انها تلعب دور قيادي ورقابي على جميع المراكز الخاضعه تحتها وتساهم في دائما في في وضع الاستراتيجيات والخطط وتكون لها الداعم الرئيسي لجميع المراكز من خلال جميع يعني تكاتف الموظفين والعاملين في المؤسسه مع المراكز ف يعني احنا كمؤسسه قطريه دائما نكون مثل الاسره الواحده نعم يعني يعني نشاهد هذا بصراحه في في اعمالكم خاصه في المبادرات والاشياء تطرح من قبلكم، لكن اخوي في شهر رمضان يعني انتم عندكم برنامج توعوي، لا تحدثنا عنه بشكل مفصل. نعم. البرنامج التوعوي التوعوي جاء صراحه من فكره، احنا فكرنا في البدايه كيف يكون لنا دور في شهر رمضان، يعني احنا مثل ما تعرف ان احنا كمؤسسه ومراكز دايما حريصين انه يكون لنا وجود يعني في كافه الفعاليات الموجوده في في الدوله فتبلورت لنا فكره البرنامج الرمضاني اللي هو رمضان والعمل الاجتماعي جميل اي فيعني فكرنا في بالفكره واشتغلنا عليها فعليا ويعني حاولنا نوصل للجمهور فكرتنا احنا في كمؤسسه وكمراكز وكيف ان يعني ننقل الرساله من من مركز من مراكز من المراكز المختلفه في المؤسسه لجميع الفئات الموجوده في المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. جميل. خوي سعيد انتم استهدفتوا مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نتكلم عن ابرز النواحي القضايا اللي تم تسليط الضوء عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في عمليه التوعيه. احنا الله يسلمك البرنامج مكون من هو برنامج اسبوعي في البدايه حلو مدته تقريبا خمس دقائق فيعني في نحاول نوصل الصوره بشكل مبسط فاستهدفنا اربعه من المراكز اللي موجوده تحت مظله المؤسسه اللي هم مركز امان ومركز احسان والشفلح ووفاق فاخذنا من كل من كل مركز الفئه المستهدفه للمركز نفسه يعني مثلا عندك احسان يتكلم عن كبار السن فكانت حلقه احسان مخصصه لكبار السن سن. ومركز وفاق هو مركز الاستشارات العائليه فتكلمت حلقه وفاق عن الاستشارات العائليه وعن المشاكل والمشاكل الاسريه اللي تصير وكيف تتجنبها وكذا وعندك مركز امان عن التعني العنف الاسري وتعنيف الاطفال كان كانت حلقتهم مرتبطه بمجال المركز نفسه ونفس الشيء بخصوص مركز شفا اللح كيف ان ندمج ذوي الاعاقه في فعالياتنا الرمضانيه المختلفه هذه كانت فكره البرنامج زين شلون شفت تفاعل الجمهور على مواقع التواصل خاصه يعني شفنا تفاعل كذلك يعني من بعض مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يعني حبوا كذلك انهم يتكلمون عن البرامج والاشياء اللي انتم تطرحونها، فشلون شفت التفاعل الناس شلون ردودهم على هذا الموضوع؟ نعم هو بخصوص التفاعل يعني الحمد لله التفاعل كان تفاعل ايجابي و... واحنا الصراحه انبسطنا على ال... على هذا التفاعل اللي صار واحنا دائما لازم اقول لك يعني بصراحه بعد اي فعاليه او اي برنامج او اي فكره نطرحها لازم ناخذ الاثر الراجعي الفيدباك من الجمهور نفسه على اساس ان هاي الشيء يساعدنا في المستقبل على اساس انه كيف نقوم شغلنا يعني مثلا اذا كان في اخطاء او في كان في مشاكل او شيء نتجنبها في الفعاليات الجايه او في البرامج الجايه اللي راح نطرحها فالحمد لله يعني التفاعل كان ايجابي. وان شاء الله التفاعل يكون احسن واحسن في السنوات القادمه ان شاء الله. باذن الله سبحانه وتعالى، انت ذكرت ان في سبع مراكز تحت مظله المؤسسه القطريه للعمل يعني. الاجتماعي، يعني. بغض النظر عن هذا البرنامج اللي في مواقع التواصل الاجتماعي، جهود هذه المراكز السبع في عمليه الفعاليات بشكل عام خلال شهر رمضان المبارك. هو يعني مشكورين صراحه القايمين على جميع المراكز دائما يثبتون وجودهم في جميع الفعاليات في جميع المناسبات لازم يكون لهم دور ايجابي وفعال في في هذه الفعاليات يعني مثل ما نشوف مؤخرا كان الدوله احتفلنا احنا بليله القرنقعو فالمراكز المضوية تحت تحت المؤسسه احتفلت بالفعاليه هذه مع جميع منتسبيها، يعني عندك مثلا مركز امان احتفل مع الاطفال المنتسبين عنده في المركز، واحسان مع كبار السن، فاحنا دائما المراكز هذه دائما تحاول أن تقدم احسن ما عندها يعني لجميع الفئات المنتسبه لها. وتشركهم دائما في الفعاليات اللي تصير في الدوله يعني. في المجتمع. المجتمع. تدرسون كذلك انعكاس المبادرات يعني ما شاء الله أنتوا عندكم سبع مبادرات مراكز. تحتكم نعم. يعني اشياء كبيره قاعدين يقومون فيها وانا شخصيا اشتغلت مع كذا مبادره منهم او حضرت لهم حتى يعني لو حتى اشياء بسيطه تشوفون الانعكاس او الاثر من بعد اي فعاليه ممكن تقام عن طريقهم؟ اي نعم اكيد يعني هالشيء مثل ما قلت لك قبل ان هالشيء يساعدنا يقوم ان نقوم نفسنا في في كيف كيفيه تقديم المبادرات تقديم الورشات اللي احنا اللي تسويها المراكز كيف انها تطلع بصوره افضل فلازم ان هالشيء ما يصير الا اذا انت قومت نفسك يعني لا الكمال لله ما في شيء كامل فالواحد لازم يعتمد على الاثر الرجعي اللي يرجع من المشاركين اذا كان في سلبيات كان في شيء الواحد يسجلها على اساس انه يتجنبها في المستقبل. جميل. على سبيل المثال اليوم من خلال مشاهدين برنامج حياتنا في رمضان، واحد حب انه يتطوع وياكم على سبيل المثال، يشارك في فعاليه من فعاليات المراكز السبع اللي موجوده تحت مظله مؤسسه قطر للعمل الاجتماعي، هل هذا المجال مفتوح للجمهور انه هو يشارك سواء في مبادرات احسان على سبيل المثال او حتى مركز امان وفاق نعم اكيد باب التطوع مفتوح في المراكز جميع كلها واحنا يعني عندنا حتى اعلان مسبق عن جميع الفعاليات اللي تصير يعني لو تلاحظ اي قبل اي فعاليه تصير ننزل اعلان في الجريده على مواقع على مواقع التواصل الاجتماعي كلها تنزل فيها اعلان انه مثلا في التاريخ الفلاني راح يكون عندنا الفعاليه الفلانيه فاي واحد يحب انه يتطوع او يشارك معنا في في هذه المبادره يجي بس المكان المركز اللي هو يبي يتطوع فيه وممكن انه يشارك مع المنظمين الموجودين في المركز يعني ويكون مشكور دلوقتي. يعني نايف انت وين في سبع مراكز اختار لك مركز تتطوع اه فيه تشارك في فعالياته شوف انا اخر فتره مع مركز قطر تطوع بصراحه بس ما يمنع انا تطوعت معاهم من قبل يعني ولكن هم منصات وانا ما عندي مانع بس يعني بما انك خاطب مؤخرا ممكن تتطوع مع امان ان <applause> شاء الله احنا نطرح السؤال على اخونا أه. سعيد مره ثانيه يعني اليوم ليش المؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي تتجه لمواقع التواصل الاجتماعي عندكم منصات ثانيه تقدرون تشاركون المجتمع فيها ايش معنى تم التركيز على التواصل الاجتماعي احنا صراحه يعني احنا موجودين على كل المواقع يعني تبيننا احنا بالجرايد موجودين تبيننا في مواقع التواصل الاجتماعي موجودين لكن اهم نقطه يعني انت انت تشوف يعني كلنا احنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت تويتر او كانت انستغرام يعني الاعلام الاعلام الحديث هذه الاعلام المبسط اللي تقدر توصل له انت من الجوال وانت قاعد مكانك ما تتعب انك تروح توصل حق المعلومه فهذه الاعلام الحين صار مكتسح حاليا يعني فهو اسهل طريقه ان انا اقدر اوصل لك عن طريق برامج التواصل الاجتماعي جميل. فهي في عشان عشان بساطتها فعشان بساطتها هي في في الوصول لجميع الفئات احنا نركز عليها هي بالذات يعني. <applause> أه سيد السعيد الكواري يعني ما شاء الله جهود كبيره تقومون فيها ويمكن يمكن البعض ما توصل له هذه الرساله فشن الرساله اللي ممكن الان توجهها لي الجمهور؟ والله صراحة في البدايه يعني احنا كمؤسسه احنا نحاول نوصل لجميع الفئات فيعني كافه المواقع كافه وسائل الاتصال تلاقينا احنا موجودين فيها لكن ان شاء الله يعني اللي تابعنا من خلال برنامجكم الموقر نقول لهم ان احنا موجودين يعني فاي حد محتاج اي مساعده من المؤسسه القطريه الاجتماعية او محتاج اي استشارة أو محتاج حتى أن يدعمنا بفعاليات بفعاليات اللي نقوم فيها عن طريق المشاركة عن طريق الإسهام عن, عن أي طريق موجود يعني فنقول له ان احنا موجودين يعني والباب و مفتوح للجميع والباب مفتوح للجميع مثل ما قلت. اخوي سعيد الكواري احنا نشكرك على تواجدك معنا في برنامج حياتنا في رمضان، كل التوفيق لكم في المؤسسه القطريه الله يجزاك خير. اذا مستمرين معكم ان شاء الله مشاهدينا واحب انوه ان تقدرون تزورون الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي تشوفون مبادراتهم وتشوفون حتى تفاصيل الاعمال اللي يقومون فيها وان شاء الله تستفيدون من هذه الاشياء نايف فاصل نرجع للمشاهدين من بعد هذا الفاصل كنوا ويانا <applause> شكرا لكم من جديد مشاهدينا الكرام بما اننا نايف يحب البلاي ستيشن فراح ننتقل مباشره من استديو برنامج حياتنا في رمضان في تلفزيون قطر الى كتارا وزميلنا عمر الشمري المتواجد في بطوله للبلاي ستيشن راح نتعرف عليها اكثر نقول مساء الخير يا عمر مساء النور والسرور والعافية إلى جميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر وأيضا إليكم الزملاء الأعزاء في هذا المساء أحييكم أجمل تحية من هنا من الحي الثقافي كتارة حيث تقام مهرجانات عديدة من ضمنها ميرة رمضان مهرجان ميرة رمضان والذي يتضمن أيضا على مسابقة للبلاي ستيشن بنتعرف عليها اليوم مع أخونا سلمان النعيمي مرحبا ومسهلا فيك يا مرحبا أخوي عمر الله يحييك ويحيي كل من يشوفنا عن طريق تلفزيون قطر الله يحييك ويطول لعمرك بداية نقول الله يعطيكم العافية على هالتنظيم الحلو والاكثر من رائع تكلمنا عن بطولة البلاي ستيشن اللي شفناها انا وانت من شوي في داخل المبنى اللي في الزاويه هناك والله هذه بطولة نفذناها العام وحبينا نعيدها ان شاء الله السنة هذه بناء على رغبة رغبة الشباب بطولة هذه تقريبا المشاركين عندنا حول 148 شخص اي والله بدأت الثلاث اللي طاف وبتنتهي ان شاء الله باذن الله الثلاث الجاي فيها ثلاث مراكز بالنسبة حق الاول والثاني والثالث جوائز خلينا نقدي حق المراكز الاولى الاول ان شاء الله بيستلم 10000 المركز الثاني 7000 والمركز الثالث 5000 ان شاء الله 148 تقول اخوي سلمان صحيح كيف جمعتوهم هذول كيف يعني تم التواصل معاهم والله يا اخوي عن طريق السوشيال ميديا بدينا بالاعلان عن هذه البطوله ولله الحمد يعني اول ما فتحنا طريقه التقديم 100 اسم تقريبا تسجلنا تبارك الله والله احنا ودنا ان نشكر الحي الثقافي كتاره على هالمبادرات اللي يقومون فيها دائما على طول السنة ولكن في رمضان تتميزون أكثر بتقديم مثل هذه المهرجانات، كلمنا أيضا عن الإقبال كيف تشوفه اليوم على هذه المسابقة؟ اول شيء اخوي عمر هذا واجبنا طال عمرك ان احنا نقدم ان شاء الله بما يتناسب مع الجميع ونحاول ان نكون احنا الافضل باذن الله تعالى. الاقبال والله مثل ما تشوف اخوي عمر الاقبال ان شاء الله جيد الحمد لله رب العالمين وراضيين عن الاقبال ونطمع ان شاء الله انه يكون في اقبال اكثر من اللي نشوفها اليوم اذا كم مره نظمتوها كم مره نظمتوها البطوله اخوي سلمان؟ هذه في نسختها الثانية نسختها الثانية كيف تشوف التزايد من يعني بعد النسخة الأولى والإقبال؟ والله أخوي عمر ترى احنا سكرنا التسجيل لو, ما سكرنا التسجيل يمكن حتى فترة رمضان هذا ما تكفي الشباب صراحة والله أنا ودي أضيف أيضا نقطة هناك هوايات مختلفة حقيقة عند الشباب ما نقدر نعرفها إلا بعد ما نعطيهم الفرصة ونوفر لهم هذه الـ يعني التجربه انهم يخوضون هذه التجربه وقد تكون يعني الحي الثقافي كتارة هي من المؤسسات الرائده في تقديم هذه الفرص للشباب تكلمنا كيف ممكن يطورون هذه المسابقه والله نطورها ان احنا ممكن مثلا نزيد العدد فيها نزيد فيها الجوائز تكون فيها عمليه اكثر بالنسبه حق المسابقات نحاول ان نستقطب اكبر عدد من اخواننا الشباب على اساس يستمتعون بالهوايه هذه يعني ان شاء الله نقدر نقول السنه الجايه ممكن عدد المنتسبين يكون اكبر بما ان انتم شفتوا اليوم يعني السنه هذه سكرتوا التسجيل بسبب كثره المتقدمين واللي يعني اللي في المسابقه. ممكن ان شاء الله السنه الجايه اذا الله جعلنا من الحيين ممكن تلاقي شاشه كبيره بالنسبه حق المراكز الاولى يعني على اساس انه يكون تكون المسابقه هذه للجمهور كلهم يعني. نعم وهذا ما هو غريب عليكم انتم في الحي الثقافي كتار اخوي سلمان اكيد دائما سباقين في المبادرات اللي تلامس حقيقه الشارع والهوايات وكل ما له علاقه بالثقافه. وكل ما له علاقه يعني باهتمامات المواطن والمقيم هنا في دوله قطر تكلمنا عن ميره رمضان اخوي سلمان هذه الاجواء الحلوه اللي نشوفها البعض قد يفكر ان لا والله الجو حلو اليوم صراحه لا باس فيه والله شوفوا هو حر حر لكن احنا عملنا حسابنا الحمد لله رب العالمين وهذه توجيهات سعاده الدكتور خادم ابراهيم السليطي وفرنا المكيفات الصحراويه بحيث ان نحاول ان نلطف الجو تعرف درجه الحراره عندنا واحنا بدينا يعني خلاص بدخول فصل الصيف علينا بس الحمد لله رب العالمين هذا ما كان عائق بالنسبه لنا الاقبال مثل ما شوف اخوي عمر الاقبال الحمد لله طيب وبعد احنا نطمح ان شاء الله ان يكون في اقبال اكثر من الموجودين اخوي سلمان احنا غطينا يعني اكثر من مره هذا المهرجان ميره رمضان تكلمنا عن ميره رمضان يعني هو يختلف عن الاشياء اللي تم تقديمها في المباني الاخرى في كتاره يعني ممكن يكون في خلط في بين الامور تكلمنا عن هذا المهرجان ايش يتميز فيه نعم شوف المهرجان هذا يعتمد على قوة تسويقية أه المهرجان هذا يعتمد من كتارة من سياسة كتارة دعم الأسر المنتجة أه مهرجان ميرة رمضان هذا دعمنا فيه أخوان المزارعين هم السنة الأولى يشاركون معنا بالنسبة حق مهرجان ميرة رمضان أه ناهيك كان عن قبقة السيارات بعد يعني ما شاء الله يعني في أقبال هناك متزايد أه التنويع مطلوب يعني بس الميرة هذه أه تقول يعني مثلا تلبي حاجات الاسر القطريه بحيث ان الزائر هنا او بالأسرة الاسره بيجي يبي ياخذ يمير بيته من المهرجان هذا وفي نفس الوقت في اكلات شعبيه في نفس الوقت في العاب شعبيه حق الاطفال يعني مهرجان متكامل باذن الله. نعم يعني ان شاء الله واذا هذه دعوه للجميع مشاهدينا هناك ميره رمضان هنا في الحي الثقافي كتاره في الجهه. الجنوبية من كتارة ندعوكم للحضور إلى هذا المهرجان المتميز تلاقون إن شاء الله اللي طيب خاطركم وحنا عن نفسنا حقيقة والله نستانس بس إذا جينا وشفنا الجهة الطيبة ويعني وخذنا لقاءات معاكم الله يطول لي عمرك عمرك الله يزي خير وهذا شرف لنا طال عمرك والله يحييكم ونشكركم على التغطيات وعلى المجهود اللي تبذلونه معنا وحنا نشكرك جزيل الشكر أخوي سلمان النعيمي مدير مهرجان ميرة رمضان كل شكر لكم ونتمنى لكم التوفيق شكرا إذا مشاهدينا كنا معاكم في نقل حي ومباشر من هنا من أه الحي الثقافي كتارا وطلعنا على أهم الفعاليات التي تقام على هامش مهرجان ميرة رمضان نشكركم على حسن المتابعة وإلى زملائي في الاستديو كل الشكر لك أخوي عمر الشمري بيض الله ويك على هذه التغطية من المؤسسة العامة المؤسسة القطرية لحي الثقافي كتارا رحت العمل الاجتماعي <applause> يعني بصراحة يعني بطولة يعني متداوله هي موجوده في كل مكان يعني لعبه او لعب البلاي ستيشن ف الشيء الحلو الوصول للناس ان على الاشياء اللي هم يحبونها والمؤسسه العامه للحي الثقافي كتارا اكيد ما يقصرون وفاهمين احتياجات الناس ولكن احنا وصلنا للختام. اكيد وميره رمضان دائما احنا نغطيها في برنامج حياتنا في رمضان وصلنا معكم الختام مشاهدينا انتظرونا بكره في نفس التوقيت الساعه 9 المساء مع السلامه.